شباب جديد يتخلق. انتصرت الثورة السودانية، انتصر الشعب السوداني، جاء الشعب السوداني يبحث عن سودان جديد. السودان الجديد يجب أن يبدأ بمعالجة جذور مشكلة السودان الأساسية التي أسهمت في قيام الحروب والمشاكل بين أطراف السودان والمركز. أغلب المشاكل، وهذا ما يخرج منه الناس، إن المشكلة الأساسية في السودان هي مشكلة الهوية السودانية. السودانيين لا يعرفون من هم. السودانيين أصحاب تاريخ عريض، ماضي تليد، وحاضر يحتاج إلى البناء على أساس تاريخ السودان القديم، تاريخ السودان القديم المخفي من الكتب، تاريخ السودان القديم الذي لم يأتي إلى المقررات الدراسية. تاريخ السودان القديم هنا. تاريخ السودان يبدأ بتشكيل هوية السودانيين. كان السودانيين ومنذ الأزل متنوعون في السحنات والأعراق واللقات والثقافات. باتحادهم شكلوا أعظم حضارة إنسانية جنوب الصحراء، وثاني أو ثاني أمة في أفريقيا تعرف الأبجدية، اللي هي الأبجدية المروية. قبائل ومجموعات وشعوب سودانية كثيرة قامت على هذه الأرض، أعيد تشكيلها وتسميتها لتحمل المسميات الحالية للسودانيين، سواء كان في الشرق، سواء كان في الشمال، سواء كان في الغرب، سواء كان في الجنوب. كل هذا يؤكد أن السودانيين هم نفسهم السودانيين الذين شكلوا ممالك السودان القديمة، بدءا من تاسيسهم في الألفية الرابعة قبل الميلاد، ثم ثانيا مملكة كرم في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ثم مملكة نبتة ومروي في الألف الأول قبل الميلاد، ثم الممالك المسيحية النوبية، مملكة المقرة، مملكة نوباتيا، ومملكة علو، ثم السلطنة الزرقاء. هذه الممالك السودانية القديمة أعادت وشكلت الشخصية السودانية. هذه الشخصية السودانية يجب أن تبدأ في إعادة النظر إلى شخصيتها الأساسية برؤية منفتحة، رؤية قابلة لإعادة النظر في من نحن ومن أين أتينا بوعينا وثقافتنا وأعراقنا. الثقافة السودانية القديمة هي بلا شك استمرت وحدث إليها بعض التحديثات، لكن لا زال السودانيون يمارسون ثقافة أسلافهم في كرما ونبتة وفي مرم. لا زال السودانيين يحتفظون بطبق الكسرة وبالكسرة نفسها وبالعنقريب وبالبمبر وبالمكحل وبالفندق. والأهم إن حينما يموت السوداني يحمل على عنقريب مثلما حمل جده ألارا أو الملك ألارا الذي ارتضينا وقبلنا أن يكون شرفا لنا أن نسمي هذه الصفحة بصفحة الملك ألارا، المؤسس الأول للإمبراطورية النبتية والتي انبثقت عنها الإمبراطورية الكوشية العظيمة التي أنجبت بعانقل وتهارقة وخير من الملوك، وجاء ذكرهم في كتاب التوراة، ثم جاءت الكنداكات يذكروا في كتاب الإنجيل عبر وصفهم بكنداكات مروي أو كانديس بالرومانية أو كديكي بالعامية السودانية أو كنداك باللغة النوبية أو غيرها من اللغات السودانية التي كانت ولا زالت هي استمرار لنفس اللغات والثقافات السودانية القديمة. هذه دعوة منا لزيارتنا في مخيمنا باحتصام الثوار أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، نحو هوية جامعة، هوية سودانية تحملنا كلنا بكافة ثقافاتنا ولقاتنا وسحناتنا. هوية جامعة يجب أن تكون أساس لبناء سودان جديد، هوية جديدة سودانية. السودانيون كانوا ولا زال هم سودانيون فقط. نقولها ولا زلنا نكررها، السوداني لا يشبه إلا السوداني. السوداني هو السوداني، سواء كان أحمر أصفر أخضر أسمر أسود، هو نفسه ذات السوداني، هو نفسه عفيف تهارقة وبعانقل وعبد الفضيل الماس وعلي عبد اللطيف والمكنني والتعايشي وكل الزعماء والأمراء السودانيين شكلوا التاريخ السوداني القديم. على السودانيين وعلى الأحزاب السودانية أن تبدأ في سياقة السودان الجديد عبر رؤية منفتحة، رؤية تحترم التعدد الإسلامي والثقافي والعرقي للسودانيين. عبد الله شم، مخيم الباحثين
عن التاريخ السوداني القديم من أمام ساحة الاعتصام، اعتصام السوار من القيادة العامة بالقرب من البحرية السودانية.